في الوقت الحاضر أصبحت التكنولوجيا هي أساس في كل أمور الحياتية. صحيح أننا لو لاحظنا أن السنوات الماضية تمت المجتمع الدولي اهتم بالتشريعات، اهتم بالقوانين، بالأنظمة على سواء دولية أو على المستوى الوطني، بس اليوم دخل شيء جديد اللي هو التقنية، وطبعا اهتموا المصانع أو الصانعين أو العلماء والخبراء في هذا الجانب أن يطورون هذه التجهيزات بحيث تتماشى وتتناسب مع الأشخاص ذوي الإعاقة.